أما في تركيا كيفانش عاد وبقوة، والجمهور متشوق جدا ليشوف مسلسله مع توبا الجريء والجميلة، فأدرت دقيقة وخمس ثواني فقط وهي مدة أول تريلر أنها تقلب السوشيال ميديا بمجرد نزوله تحضيرا لعرضه في شهر نوفمبر المقبل. وهالإعلان تم تصويره في منطقة دروسو الريفية اللي تصور فيها أغلب أحداث المسلسل، بداية من هالمشهد اللي بتوجه فيه كيفانش لهالقرية وبتلاقى بتوبة بالصدفة وبينقدها من حادث لتبدأ بينهم قصة الحب. إيم سنة إيم إيم قايبة أبت شو كيسنة. كيفانش بالمسلسل اسمه جسور وتوبا سبهان، وبيعيشوا قصة حب فيها الكثير من المشاكل والكراهية بين العائلتين بسبب أحداث قديمة بينهم. ومن التيزر بنقدر نشوف أنه توبا بعدها بالشعر القصير واللوك الكاجو اللي تعودنا عليه، فطلت بتوب أحمر فاتح وكملت اللوك بهات ورايدين بوتس، وكان مكياجها ناعم. والملفت كمان أنه كيفانش كان كتير برونزي وحافظ على اللحية والشعر الطويل اللي نعرف فيهم مؤخرا، ومع أنه كان واضح عليه زيادة بالوزن إلا أنه معجبين وحب وشكله هيك. وبما انه هالعمل كتار بانتظاره فكان طبيعي انه يصير هاشتاغ كيفانش وتوبا ترند على السوشيال ميديا. ومش بس هيك، فكمان صور كيفانش وتوبا صاروا البروفايل للكتير من الصفحات، وعرضه رح يبدا بشهر نوفمبر، لهيك فريق العمل مستمر بالتحضيرات النهائيه ومنها الفوتو سيشن الخاصه ببوستر المسلسل واللي كانت اجواء من وحي المسلسل. نزول التريلر ده كان معاه إشاعات جديدة عن علاقة توبا بجوزها، فقالوا إنها انهارت في كواليس التصوير بعد مكالمة تليفونية جات لها وقفلت باب الكرفان بتاعها وزمايلها حاولوا يهدوها. صح الكلام، وتوبا كذبت هالأخبار على صفحتها في فيسبوك وقالت رجاء لا تصدقوا ما يقال، أنا بحالة جيدة وأنا موجودة في موقع التصوير، فقط الطقس بارد، وتمنت لجمهورها يوم جميل. المسلسل ده مش هيكون العمل الوحيد لتوبا اللي هيتابعه الجمهور، كمان فيلمها مع السلطان سليمان اسطنبول الحمراء هينزل في السينمات التركية في شهر 3 2017.